لا يخفى عليكم ان افضل تراب لاستعمال الالواح الشمسيه هو التراب سينا في مصر العربيه، انه حتى ناسا الامريكيه تستعمل هذا التراب. احنا بنستعمل هذا التراب وبنصنع ان شاء الله الالواح الشمسيه هني، وبنوفر وظائف للمواطنين. هاي الشيء الثاني. والشيء الثالث بالنسبه للتعليم، اللي يفرق بيننا وبين امريكا هو التعليم. اللي يفرق بيننا وبين امريكا هو التعليم، على هالاساس والهدف بنقطع السبل. فنلندا كانت من الدول العادية، في التسعينات طورت التعليم ونتج عنها موبايل نوكيا، فبالتعليم توصل. وما حد يناقشني في هذا الأمر، إنه من يقول لك شلون وما شلون، ما في هذه، ما في. اسمع الموضوع كله كامل في المجلس. بالنسبة للصحة، حلول للصحة عندنا السياحة العلاجية، يعني نبي مواطنين دول مجلس التعاون ان تعرف ان عندنا سياحة علاجية، وهو طب البديل. طب البديل يعني معناته لا جراحة، ما في جراحة. فعندنا دكتور من كوريا الجنوبية اسمه يان بين، يعالج الانزلاق الغضروفي ومشاكل العمود الفقري بأوبر سم النحل، وهذا مضمون وفي لها فيديوهات إذا تبين تشوفونها. بمعنى أن اللي جالس على الكرسي يصلي على الكرسي، إذا يأخذ هذا الموضوع بشوفونها في الفيديو إذا أردتم يعني. عندنا الجينكو هو عقار للذاكرة، يعني اللي تقدم بالسن ويحس إن ذاكرته قامت تأخذ وتعطي، ينسي كثير. قصدي عندنا الجينكو، ولا أستعمله أنا حاليا. الجينكو يقوي الذاكرة ويمنع يأجل الزهايمر، يعني الخرف احنا بنقوله بالبحريني. وعندنا عقار الكركمين يعالج تشمع الكبد او الدهون الكبد. وعندنا لخشونة الركبة، اللي كثير يشتكي منها عن أنه قاعد ما يقدر يصلي، قائم أو يسجد يركع أو يسجد. في عندنا الجولدن كريم، جولدن كريم هاي ثلاث عبوات تأخذها في شهرين. جربها شهرين بإذن الله، في فيديوهات تبين بعد أن اللي يصلي على الكرسي بإذن الله مهما كبر سنه، وبيشوفون الأوالم وسنهم في الفيديو شكان سابقا وبعدين شكان. هذه العبوات الثلاث ممكن أوفرها أنا لكم
حتى عقب الفترة ذي لأنه مشغول وما في أحد في بيتي ما عنده أب أو أم يشكو من خشونة الركبة. واللي يبي الإيقار إن شاء الله أوقف، بس عندنا لجنة مشرفة على يعني على الانتخابات وما عايش تشتغل. سجلوا أساميكم وإن شاء الله ورق تلفوناتكم وإن شاء الله أوفرها لكم قبل الانتخابات، ما أقدر الحين. واللي يبي يدفع فلوس يدفع، ما يقول أنا ما أقدر ما أقدر، لكن لا تدفع فلوس إلا إذا صحيت. أي واحد صحى يدفع فلوس، ما واللي ما يقدر ما بلازم، ما عندي مشكلة، أي ما عندي مشكلة فيه. وفي علاج بعد حق الكوليسترول والدهون، في شيء بسيط يعني، ولكن في عقارات له، وهو خل التفاح مخل يعني خل التفاح مخفف بالماء مع ملعقة زيت زيتون يسلك لك كل الشرايين، يسلك لك كل الشرايين، وهذه بتاخذه في عبوات اذا تبي، ما عندي مشكله. ويستعمل بعد زيت الريحان للتوترات، اي واحد متوتر ياخذ زيت الريحان، وانا احب بعد زيت الريحان انا استعمله. متوتر خلك زيت ريحان قفص صغير ان شاء الله تنام كل هدوء. اما بالنسبه للوظائف ما كنت عم بتطرق لهذا الموضوع لأن يمكن الناس تطرقت له كثير، لكن دخلت أنا على هيئة سوق العمل وبرامجي وجدت أن أكثر من 500,000 عامل في البحرين، تقريبا 17,000 وظيفة للطبقة المتوسطة، يعني دكاترة مهندسين ما يشملهم كذا وكذا، يعني وفي مدراء وفي سكرتريات وفي ذي، قصدي 17,000 وظيفة البحريني أولى بها، وهذا اللي بنسعى له. نثبت هذا الموضوع على اساس ان هذه كل الوظائف تعطى للبحرينيين، لان مصادرنا وبنعرف شلون نسير الامور على ذلك. اخواني ما بطل عليكم، من حطيت صوري انا ياتني في بيتنا في المنطقة هنا، يعني يعطي طلبات اللي عنده والدتي تريد علاج ويابني تقاريرها، واللي عنده مشاكل في الكهرباء مقطوع عند الكهرباء، واللي ولده مريض كذا. فقررت ووضعت مبلغ مالي لشراء بناية تكون وقف لكل محتاج، وقف شهري لكل محتاج في لجنة
ما تجيني آلهة، تجي حق اللجنة قدم أي طلب للمساعدة ويدرسونه، وفي أسبوع يعطونك من دخل البناية ما تريد، يعطونك من دخل البناية ما تسد حاجتك. وبالفعل أنا قمت بهذا الموضوع، اتصلت بأخ هذا صاحب البناية اللي هني، المهم اتصلت بصاحب البناية اللي هني عقب ما عرفت اتصاله وكلمته على أساس أن أهدم البناية دي قديمة وأبني محلها 6 شقق. بس أنا بعد فكرت أو حسبت أن 6 شقق بتجيب 900 دينار 1000 دينار بالكثير، وهذا مبلغ وايد قليل. أنا في مشروع إن شاء الله يوفر أو يكون في عند اللجنة ما يقل عن 2500 إلى 4000 دينار شهريا، المبلغ إن شاء الله موجود. فإن شاء الله بعونكم نتعاون جميعا على عمل الخير، بعونكم سوف تتحقق هذه 4 أو 5 نقاط لإراحة المواطنين من كثير من العناء. وشكرا لكم، شكرا.